عندي 55 سنه شغال في المهنه دي وانا عندي 10 سنين وانا عندي 15 سنه ورثت عن خالي. خالي هو اللي معلمني المهنه وتوفى. تيجي له انا بوديها المخرطه بيلفها لي كده على المخرطه قالب بيخش هنا لغايه هنا كده اللحام ده وببلص على المخرطه واجيب ودي بتعمل على المخرطه برضو بعد كده بلحمها الاثنين في بعض كده بقى الاباجوره. انا بخلص انا نقاش بس في ناس بقى بتخرم الفاضي ده لان صنعه الصبر دي صعب دي اول بتبتدي من اول البرجل اهو بتبتدي البرجل ابرجلها الاول زي ما انت شايف كده وبعدين ارجع نقش زي كده انت فاهم يعني هي تبكر الاول وانا ارجع انقش هي بتاخد وقت في شغلها وبتشطبها كمان اصعب ما بواجهش الطبقه بتبقى اصعب كمان من الشغل. لو انا عايز اخليها بيضه بخليها بيضه، عايز اخليها صفرة بخليها صفرة، عايز الونها العروق دي تتلون احمر اخضر زي ما انا عايز، غلو النحاس بس هو اللي تعب المهنه دي. لكن المهنه دي كويسه والخوف لا تنقرض، الخوف لا تنتهي بعد مننا يعني بعد اجيالنا مفيش حد بيتعلمها. الصناعه دي لو انقرضت صدقني حرام، لان لو انقرضت يعني ذنبها ذنب الصناعه دي مع المسؤولين. يعني خلينا من غيرنا احنا ملوش اي لازمه.